خلونا نمسك ملف تاني ونتكلم عنه دلوقتي، وهو ملف الأمن. يعني خلونا نقول له مفيش استقرار من غير أمن، مفيش استثمار من غير أمن، مفيش أي تطور في أي قطاع سواء كان صحة، زراعة، اقتصاد، رياضة، أيا كان، من غير ما يكون في أمن وأمان. الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب ده كانت من أهم الملفات اللي الدولة حققت فيها في الحقيقة نجاحات كبيرة جدا وكمان تضحيات عظيمة جدا. أكيد كلنا شايفين الفرق بين الفوضى والعنف والإرهاب اللي كان بيستهدف المصريين قبل 2014 وحالة الاستقرار والأمن اللي موجودة دلوقتي في الشارع. اللي حصل في الثمان سنين اللي فاتوا عشان نوصل للمرحلة دي، ده اللي هنعرفه في التقرير اللي جاي. الملف الأمني والقضاء على الإرهاب من بين أبرز الملفات الشاهدة على النجاحات التي حققتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فقد بذلت الدولة المصرية جهوداً كبيرة في ملف مكافحة الإرهاب على الكثير من الأصعدة الداخلية والخارجية، والتي جعلت مصر في مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب، وكانت نموذجاً لكل دول العالم في الحرب على الجماعات الإرهابية، والتي سعت بتمويل ودعم من دول معادية للنيل من مقدرات الدولة المصرية، إلا أن مخططاتهم باءت بالفشل. حروب ومواجهات عديدة قادتها الدولة المصرية للحفاظ على الشعب المصري الذي وقف بجوار مؤسساته وجيشه وشرطته وقيادته من أجل محاربة تلك الجماعات الإرهابية التي حاولت إسقاط وتدمير الدولة المصرية وتنفيذ مخططاتها التدميرية، إلا أن الجهود والتحركات التي قامت بها الدولة المصرية أوقفت جميع تلك المخططات الإرهابية وكبدت تلك الجماعات خسائر عديدة طوال تلك السنوات. وعلى مدار ثمانية أعوام نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كسر شوكة الإرهابيين ودحر الجماعات التكفيرية والإرهابية، سواء في سيناء أو في جميع أنحاء البلاد، عبر بناء استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب. وامتدت أذرع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتوجيه ضربات قوية للعناصر الإرهابية التي كانت تهدد أمنها القومي، وأحبطت أيضاً الكثير من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف تقويض الاستقرار ونشر الفوضى، وهو ما قابلته الدولة المصرية بحسم للقضاء على كل التنظيمات المتطرفة التي تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية.